فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا لزميل عزيز تركي العتمة، شكرا لكباتنا الأعزاء في الاستديو وأيضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير في هذا اليوم التاريخي، في هذا اليوم الكبير الذي نشاهده في الرياض هنا على مسرح الأحداث الكبيرة، استاد الملك فهد الدولي الممتلئ بالمشاهدين اليوم في الرياض التي تعيش فترة رائعة جدا وأصبحت وجهة مفضلة لأهم الأحداث الرياضية. نحن وإياكم في هذه الصورة مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، مع رئيس أيضا نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، الحاضرين في هذه المباراة الكبيرة بطبيعة الحال من أجل أن نشاهد وإياكم حدثا فريدا للغاية ويوما كبيرا للغاية. نجوم النصر والهلال أمام نجوم باريس سان جيرمان في هذه الأمسية الكروية الكبيرة التي نأمل أن تشهد حدثا أو مباراة ممتعة، وبالتأكيد كل الأنظار على أبرز نجوم العالم في هذا اللقاء بين كريستيانو رونالدو الضيف الجديد للدوري السعودي أمام ميسي في المواجهة التاريخية لأكثر من 15 سنة من التنافس بين الكبيرين الليل ونيمار، صراع المهارات، كريستيانو يتدخل أمام ليو لكن الكرة تبقى بجانب ليو، يصل كرة ليو، ليو الكبير في الليلة الكبيرة، أفضل من يحمل الرقم 10، الفائز بالمونديال، ليو يا عيني ليو، ميسي يا عيني ميسي، هدف أول ميسي، لمسة فغمزة فكرة ساحرة في الشباك بروعة. تنفيذ هذه الكرة بيتي عرضية لكنها بعض، وكريستيانو في المتابعة، وكريستيانو مر فيها خطأ حكم، معنى هذه حكم فيها خطأ حكم. هنا يا جماعة كريستيانو بتمريرة رويس، لمسة يد مصعد رونالدو، احذروا من كريستيانو، لا زال يحاول مغربي تمريرة حلوة 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 لإمبابي، وإمبابي بتمريرة خطيرة وفرصة، برافو خيبري تدخل في اللحظة الأخيرة، في اللحظة الأخيرة خلصها برنات، حلوة حلوة تصل برنات وتمرير بصمته، وبالتأكيد حضوره في هذه الليلة طويلة. ترد سعود عبد الحميد يبحث عن لمسة باتجاه باريغا، تغطية 1-2 حلوة، وإمبابي بتمريرة أدت أمام نيمار، يا الله يا سلام على إمبابي وعلى لقطاته على فنياته ومهوب، هذا لوحده حكاية اليوم. نيمار ميسي مع نيمار، نيمار يحاول لكن برافو سكايلا لويس، جوستافو رونالدو، جوستافو كرة يا إلهي، ساعتي خيبري أو لويس طويلة الكرة باتجاه كريستيانو، الدفاع تدخل، راموس يعرف رونالدو، مبابي مبابي حاول يمر بكرة فيها تسلل يا كيليان، فرحة لم تكت كسالم، التورنيدو بيني رونالدو وكرة، مبابي حاول يمر، مبابي بتمريرة أمامية، برافو تي مارتينيز، حلوة حلوة اللقطات تصل باتجاه رونالدو، لكن الحكم بوجود احتكاك من كيلور ضرب في هذه اللقطة، نعم أمام كريستيانو كانت اللقطة واضحة، الضرب باليد وبعد ذلك سنشاهد ربما انذار خاص، صاروخ ماديرا، رونالدو رونالدو كان يتحدى، وين اللي كان يتحدى؟ أنا مع
I need a weapon. ايه في حاجة فيك ولا ايه؟